ربيع، اللي اليوم حنتكلم على وصفة غذائية فيها قيمة غذائية نعم. عالية، اللي هو سمك السالمون، وحنعمل شوية خضرة حوالينها. السالمون سارة هو من أفضل أنواع الأسماك تحديدا، وأقوى طبق أو أقوى وجبة فيها قيمة غذائية كثير عالي، فهو مفيد طبعا بالأوميغا 3. أيوه. بيعزز صحة الدماغ وصحة القلب والأوعية والشرايين، مفيد جدا يعني مضادات الأكسدة اللي موجودة فيه. ولكن نحن اليوم رح نطبخه بطريقة كثير كمان تتماشى مع الطرق الصحية. ما رح نستخدم الزبدة اليوم بالوصفات الجانبية، رح نستخدم زيت الزيتون. نحن رح نقدم سمك السالمون مع جذر الكرفس. أوكي. اللي هو جذر الكرفس كمان. جذر الكرفس. نعم، هذا جذر الكرفس. بيكون بهذا. حسيت أنا ناس قديمة. هو تقريبا شوية طعمته قريبة على وسابي، فبيعطي فيه شوية حدودي بالطعم. بس نحن رح نخففها مع القرنبيط، فرح نعمل القرنبيط مع جذر الكرفس كماش، ورح نعمل الأرجولا اللي هو الجرجير البري، سوتيه شوية مع زيت وزيتون، ورح نقدم صوص الليمون، بس ما رح نعمله الليمون بتر صوص، لا رح نعمل صوص الليمون مع زيت الزيتون. أوكي. وهيك بتكون وجبتنا كلها صحية. ممتاز. شفت كثير في يعني اختلفت الدراسات، يعني في ناس يقولوا لا الزبدة ما هي أصلاً سيئة، بعدين قالوا الزيت زيتون أوكي كويس بس مفروض ما يتحمى، يعني مفروض إنه يتاكل على السلطة ناي، بعدين في الأخير قالوا لا هي السمنة طلعت أضبط شيء، يعني فاحترنا الصراحة. شوفي وإيش المزبوط؟ شوفي سارة، هلأ زيت زيتون كلام صحيح، فزيت زيتون إذا في فرق بين أن نرفع درجة حرارة زيت زيتون أو أن نحرق الزيت زيتون، إذا دخن أو طلعت منه دخنة ما لازم نحن نستمر في طهيه، أو لازم نتخلص منه ونرفع درجة حرارته تدريجيا. أوكي. طيب نحن بداية بالنسبة للزبدة حضرتك تفضلتي، الزبدة طبعا إذا بتكون الزبدة الحيوانية اللي مش مستخدمة فيها الزيوت المهدرجة بتكون أفضل بكتير. هلا مثل ما أنت شايفي أنا عم برفع درجة حرارة زيت الزيتون تدريجيا، وراح أبتدي بسمك السالمون. أحط شوية من الزعتر الفرنسي أيضا مع الزيت عشان أوكي. يعطينا نكهة. انتبهي هلا بتروح قرطيع. هي اللي بتعطي النكهة، إنه الزيت بيمتص. وعاد السالمون ما في أسرع منه في الطبيخ. صحيح. يعني صحيح. فأنت أضفت عليه بس ملح وفلفل أسود والزعتر فقط. أنا ما بدي روح طعمة الطبق. وتنصح بالنسبة للكمية شيف، إنه يعني عادة يقولوا إنه مثلا للبنات 150 ل 180 جرام، صح؟ هو شوفي 150 غرام أو 100 غرام صحيح مفيدة جدا، كل 100 غرام من سمك السلمون فيها 22 ل 25 جرام بروتين. فنحن قديش جسمنا بيحتاج هذا البروتين، إذا كنا عم نحرق، إذا كنا عم نلعب رياضة أو شيء. مهم جدا انه لما نبتدي بالسالمون اذا كان سكين اون، اذا كان موجود في الجلد، نحن نحطه مباشره على الوش اللي بيكون فيه الجلد. طبعا بالاناء الثاني انا راح ابتدي بالقرنبيط مع جذر الكرفس. طبعا نحن بننتبه نحن بدنا اياها تاخذ اللون الكريسبي. بعدين نقلبها، ما بدنا اياها بالنيه، بدنا اياها مثل ما بيقولوا جولدن براون، شقره شويه. هي هو سبحان الله السالمون بالذات انه لو ما انطبخ كويس واكلته يعني يا تحبه يا ما تحبه. صحيح. لكن وانا اتذكر يعني حتى شيف هلا هي اللي غيرت لي يعني رايي عن السالمون، قالت لي لو انطبخ بطريقه صح ما حتقدري ما تاكليه. صديقتنا الشيف هلا كمان بنوجه لها تحيه وسلام من الله يسلمك. السالمون في كثير ناس يعني طريقة الطبخ هي والبروسس كيف نحن نشتغل فيها كثير مهمة. إذا بتشوفي كيف عم تتغير اللون، نورجي المشاهدين نحن بدنا يعني تطلع درجة حرارة تدريجيا بهذا الشكل. هيك لما تصير وصلت للنص لازم نحن نقلبها، لأنه بعدين رح نرجع ندخلها على الفرن مرة تانية. أوكي. طب ايش فكرة الفرن اذا؟ الفرن نحن اذا دخلناه على درجة حرارة 180 يعني وكنا هون كمان يعني شاويينها نص شواء، ما راح تاخذ معي اكثر من 7 دقائق بالفرن. اذا كان الفرن حال. تمام. ودحين عفوا بس ايش حطيت هنا؟ انا حطيت هون بصل مع زيت زيتون، راح احط فيها حبة ثوم، وضيف الجذر الكرفس. جذر الكرفس نعم. موجودة في السوبر ماركت؟ موجودة في السوبر ماركت والله. بس ما يتاكل ني؟
لا ما يتاكل. جدر الكرفس كثير مهم، بيساعد للناس اللي بيشكوا من عندهم فقر الدم. اي كثير كثير مفيد، وايضا مفيد لصحه العظام وتقويه الجهاز المناعي. ممتاز والله. طيب نحن حطينا جدر الكرفس، راح نحط شويه كمان القرنبيط. اي نحركهم شوي. فقلت ما بدي يرفع كمان، يرفع المناعة وكويس للعظام. صحيح. ولفقر الدم. لفقر الدم مليح كمان للي بيعاني من تساقط الشعر، جدر الكرفس كثير مفيد لهذا الموضوع. دحين البنات يروحوا يسووه زيت ويحطوه على شعرهم. لا كلوه، أهم شيء كلوه. التغذية، نبغى نتغذى صح. على فكرة هو في زيت جدر الكرفس موجود، مثل ما موجود زيت أفوكادو وزيت أكيد موجود أيضا زيت جدر الكرفس، ويستخدم على الشعر؟ مو على الشعر، نحن نستخدمه بالمطبخ. أوكي. نحن هون كمان في عنا الجرجير البري، كمان أنا رح أعمل له سوتي. أوكي. يعني ما بدي أنا كمان كتير أطبخه. بس هذا الشيف ما حنحط له أي شيء سائل يغلى عليه. نحن هون بعد شوية أنا رح أضيف عليه الملح والفلفل. أوكي. ما بدي أضيف شيء تاني، بس ملح وفلفل. وآخر شيء رح أضيف عليه الجبنة. طبعا رح يغلي هو مع الكريمة. أوكي. كريمة الطبخ والحليب. أوكي أوكي. نحن رح نشيل السمك وندخله على الفرن، بما أنه أخذ عندي شوية من هذا اللون. أنا بدي الطبقة الخارجية هي اللي تكون كريسبي ومقرمشة. بحاول ما أحرق الزيت. بتساعديني هلأ؟ إيه الله. رح نحط هاي الصينية بالفرن. أوكي. وأحط الجرجير على اللي هنا؟ فيك تحطي الـ، لا راح نحط ال، خايف أمسك. أوكي أوكي. راح نحط بس معها شوية بصل. أحلى شيء بسأل شيف ربيع، تعرف شيف طارق؟ لأنه شيف طارق كمان كذا لابس كفوف. ايه؟ وقلت له إنه المطبخ مرة مرتب، وأنت نفس الشيء مرتب، طلعوا أصحاب. فقلت من جد يعني هم الأصحاب كذا. ايه؟ يطبعوا من بعض، سبحان الله. نحن أصدقاء دراسي، أنا وشيف طارق، في كتار من الشيفات يلي موجودين في الإمارات. ايه؟ فكنا يعني ما شاء الله مبينين إنه جايين من نفس المدرسة. تسلم. نحن درسنا الفندقية. ايه؟ وشوفي سارة، كثير مهم بالمطبخ وكثير مهم عند الشيف إنه يكون يعرف بسلامة الغذاء والصحة الغذائية. طبعاً. إيه. فمن أساسيات المطبخ والشيف هلأ كطبخ. أي شيف بيعرف بيطبخ. إيه. بس يكون بيعرف كل طبق شو قيمته الغذائية، كيف نحن منقدم المطبخ بطريقة صحية، كيف يعني نحن عم نقدم هذا الأكل لشريحة واسعة من مختلف المجتمع. راح أضيف هون أنا الكريمة الطبخ مع الحليب على هذا الخليط، وبعدين راح نضربهم بالخلاط لما يستوى، وراح نعملهم يكونوا بيوري. ايه؟ بالفعل. بس عندي سؤال، بما انك تكلمت على الصحه، الاوراق، اي شيء جرجير يعني الخضره. نعم. ما تروح قيمتها الغذائيه لما تشويها على النار؟ هلا اذا كانت معموله بطريقه صح، مثل ما حضرتك تفضلتي قبل شويه. ايه؟ انه نحن ما بدنا نطبخها كثير، بس بدنا نعملها شويه سوتيه مع زيت زيتون، نعطيها سيزنينج حتى يكون طبق جيد. اوكي. كل شيء اذا بدنا نطبخه فوق الحد اكيد راح يخسر قيمته. ايوه، لانه ينحرق. بس في ناس تحب الاكل المحروق. يعني نحن اوكي. شف، احنا حنرجع لك بعد شوي يكون خلصت الوصفه ونشوف فين وصلت أكيد. فيها، واحنا